عربت جورجيا ميلوني زعيمة حزب إيطاليا إخوة إيطاليا الفائزة في الانتخابات العامة الإيطالية عن شكرها وامتنانها لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها. وأكدت ميلوني على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي استعداد إيطاليا للتعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية مع مصر خاصة في قطاعات أمن الطاقة وقضايا الشرق الأوسط واستقرار حوض البحر المتوسط.